هناخد مع بعض رسم المضاعفات لعدد 3. ايه هي المضاعفات بتاعت عدد 3؟ اللي هو الحاجات اللي احنا اخدناها في جدول ضرب 3، اللي هي النواتج بتاعت ال 3. يعني دلوقتي لما بقول 3 في 1 ب 3، 3 في 2 ب 6، 3 في 3 ب 9. ال 3 وال 6 وال 9 وال 12 اللي هي النواتج اللي انا كل مره بقفز 3، كل مرة بزود 3، دي معناها اللي انا دي اسمها مضاعفات التلاتة. مضاعفات التلاتة اللي انت كل مرة بتزود التلاتة، كل مرة بتقفز 3، بتبقى ديت اللي هي النواتج بتاع جدول ضرب 3 اللي احنا حفظناها، اللي هي لما بقول 3 في 1 ب 3، 3 في 2 ب 6، 3 في 3 ب 9، 3 في 4 ب 12، 3 في 5 15، 3 في 6 18. كل بقى النواتج اللي بتطلع لي ديت هي دي اسمها مضاعفات التلاتة. طيب سؤال هنا عندي بيقول لي 2 في 6 بتساوي 3 في كام؟ انا الاول هخلص ال 2 في 6 ديت، اجيب الناتج بتاعها. 2 في 6 بكام؟ 2 في 6 انا حافظها بجدول ضرب ال 2، 2 في 6 ب 12، اكتب فوق منها 12. 3 في كام تديني 12؟ اضرب ال 3 ديت في كام عشان تديني 12؟ 3 هضربها في ال 4 يبقى 3 في 4 بتساوي 12. طب السؤال الثاني بيقول لي 3 في 6، 3 في 6 بكام؟ بيساوي 2 في كام؟ طب نخلص الأول الجزء الكامل اللي عندي اللي هو ال 3 في 6 عشان أعرف الناتج بتاعه كام؟ عشان علامة اليساوي لازم الجزء اللي هنا هيساوي، لازم الجزء اللي هنا هيساوي الجزء اللي هنا، ما ينفعش يبقى حد أكبر من حد، لازم ده قد ده. فأنا أخلص ال 3 في 6 الأول. 3 في 6 بكام؟ 3 في 6 ب 18. طيب 2 في كام تديني 18؟ اخر حاجه في جدول ضرب الاثنين اللي احنا حفظناها، 2 في كام تديني 18؟ 2 في 9. يبقى ال 2 في 9 تديني 18، هي 3 في 6. طب هنا عندي 2 في 2، 2 في 2 بكام؟ ب 4. طب 4 في كام تديني 4؟ ايه الرقم اللي هيديني نفسه هو هو الرقم اللي عندي؟ طيب يبقى 4 في كام تديني 4؟ يبقى 4 في 1. هنا بيقول لي 5 في 0 بتساوي 6 في كام؟ طب ال 5 في 0 ديت بكام؟ انا عارف ان ال 5 في 0 هتديني 0، يبقى 5 في 0 بكام؟ ب 0، اي حاجه في 0 ب 0. طيب ال 6 في كام عشان تديني ب 0؟ قلت اي حاجه في 0 ب 0 يبقى ال 6 اكيد هتضرب في ال 0 هتديني 0. هنا السؤال بيقول لي كم عين في 9 عصافير؟ العصفوره اصلا عندها كم عين؟ كم عين؟ طيب العصفوره عندها 2، كلنا عندنا 2. طيب هنا هو كم عين بقى في 9 عصافير؟ التسع عصافير بقى كلهم عندهم كم عين؟ يبقى انا هعمل ايه؟ بدل ما اقعد اجمع الاثنين واثنين واثنين، طب انا بدل ما اجمع اثنينات كتير كده، طب ما انا ممكن اقول 9 في 2، يبقى 9 في الاثنين هتساوي 18. 18 ايه؟ انا بتكلم على عين، يبقى 18 ايه؟ 18 عين. يبقى ديت عدد العين بتاعت العصافير. هنا بيقول لي كم رجل في 5 كتاكيت؟ طب الكتكوت عنده كم رجل؟ عنده 2. طب الخمسة يبقى هكرر ال 2 5 مرات، بدل ما اقعد اجمع 2 زي 2 زي 2 5 مرات، طب ما انا اقول الخمسة على طول. الخمسة في 2 هتساوي كام؟ 5 في 2 ب 10، يبقى 10 ايه؟ أرجل. بيقول لي اشترت جنى 5 اقلام، ثمن القلم 3 جنيه، فكم تدفع جنى؟ جنى اشترت 5 اقلام. ثمن القلم الواحد 3 جنيه، طب هي اشترت 5 اقلام، يبقى المفروض الخمسة هكررها، الخمس اقلام ديت، الثلاثة دي هكررها كم مرة؟ عشان القلم الواحد ب 3 جنيه، يبقى الثلاثة دي هكررها كم مرة؟ الثلاثة هكررها 5 مرات، طب بدل ما أقول الثلاثة 5 مرات، طب ما أنا أقول على طول يبقى ما تدفعه جنى هيساوي كام؟ 3 في كام؟ 3 في 5، 3 في 5 بكام؟ 3 في 5 ب 15، يبقى 15 ايه؟ جنيه. اكتب مضاعفات العدد 3 الاقل من التسعة، يبقى هو عايز المضاعفات اللي قبل التسعة. انا قلت اول حاجة هنبتدي بيها في اي مضاعفات هيبقى الصفر، تبقى صفر. كل مرة هزود 3، كل مرة هقفز 3، هنط 3، يبقى هنا هو صفر. اللي بعديها هتبقى كام؟ 3. انا بتكلم على المضاعفات الثلاثة الأقل من التسعة، يعني أنا ما وصلش للتسعة. صفر، 3، مين اللي بعد التلاتة؟ هيزود برضو عليه 3 هيبقى كام؟ 6. هو بيقول لي اكتب أول 7 مضاعفات للعدد 3، عايز أول 7 مضاعفات للعدد 3.
طيب ايه هي اول صيغه مضاعفات العدد 3؟ انا عندي قلت لكم كلهم اول رقم بيبتدي بالصفر، يبقى 0 3 6 كل مره بنط 3 كل مره بقفز 3، يبقى 0 3 6 9 12 15 18 وهيبقى 21 لو طلب زياده. طيب هنا هو بيقول لي عشان هو انا محدد 7 مضاعفات بس، هنا بيقول لي اكتب اول 7 مضاعفات لعدد 2. طيب هنا كل مره هنط كام؟ هو بيحدد لي بيقول لي مضاعفات لعدد 2، يبقى انا كل مره هنط 2، يبقى اول مره هبتدي بكام؟ هبتدي برده بالصفر، يبقى صفر هعمل اللي بعديها يبقى صفر 2 4 كل مره بنط 2 كل مره بزود 2 0 2 4 6 8 10 12 14 بس هو محتاج مننا هنا 7 بس، يبقى انا كل مره هنط 2 لحد ما اوصل للسبعه. هنا السؤال بيقول لي اكتب المضاعفات المشتركه التي تراها بين الاثنين والثلاثه، عايز اعرف المضاعفات المشتركه اللي بين الاثنين والثلاثه. انا هاخد هنا الاثنين والثلاثه ديت هضربهم في بعض. انا قلت مبدئيا اول رقم عندي في المضاعفات اللي انا ممكن اقول الصفر مشتركه مع كل الارقام. طيب ايه هنا الرقم المشترك بين الاثنين والثلاثه؟ خد الاثنين والثلاثه اضربهم في بعض، 2 في 3 بكام؟ ب 6، يبقى انا المضاعف المشترك اللي هيبقى بين الاثنين والثلاثه يبقى 0 وبعد كده 6، كل مره بقى ازود 6، كل مره ازود 6، يبقى 0 6 اللي بعديها 12، لو حبيت ازود بعديها تبقى كام؟ 18، كل مره ازود ال 6.